الله يرحمه ويعفي عنه، طلب أولادها الله يرحمه ويرضى عليه. شاب يعني كان جسور أثر بصديقه وأصدقائه اللي استشهدوا، فالحمد لله وعلى درب الشهادة ماشيين كلياتنا، وفدا الأقصى وفدا الوطن كليات. شو كانت وصيتك بالشهادة؟ وصيته ينتهي محد صديقه عبد الله اللي ملوش 40 يوم استشهد. أحفاد فرحان سعيد، نقدم الشهادة ولا نزال نقدم الشهادة على الدرب سائل وكلياتنا. نفتخر فيه الحمد لله، نفتخر إنه مقبل وليس مدبر، والحمد لله رب العالمين. طلبه هنالها الحمد لله. يعني كان من الشباب اللي بمقدمة الشباب. صيب قبل فترة. صيب قبل فترة. كان مطلوب لأجهزة السلطة. كان مطلوب لأجهزة كل الشهداء اللي بسقطوا من مخيم جنين هم مطلوبين لأجهزة السلطة. ملاحقين من السلطة قبل الاحتلال.